من اليوم انا والله ما اعرف كيف يعني طحت على هذا الحساب والاقي هذا الكومنت. الله يرحم اول نفس هذا واشكاله كان نتبادل فيهم في قواني، يعني انه نحن عبد، فهمت؟ ولا يزال السؤال مستمر، من اعطانا الحق علشان فاضل بين الناس وفق اسس ما انزل الله بها من سلطان؟ كلنا نتفق انك انت عندك مطلق الحريه تماشي وتراسل وتتزوج من عند اللي تريده، هذا قرارك، لكن هذه الحريه ما تعطيك الحق انك انت تتعدى فيها على غيرك سواء بفعل او لفظ وتستنقص منه بسبب لونه او جنسه او عرقه. ليش؟ لان لا هم ولا انت لك دخل في هذا الشيء. لما يجي اليوم اللي بامكانك فيه تختار لونك وجنسك وعائلتك وغيره، قول ما حل كماك، وبالرغم من ذلك لا يوجد عذر لا عنصرية ولا استنقاص الآخرين. لكن لما تكون كل هذه الأشياء بيد الله سبحانه وتعالى، فمن إحنا علشان نجلس نصنف الناس وفق طبقات؟ إذا الله سبحانه وتعالى جعل مقياس التفاضل بين الناس التقوى، فمن إحنا علشان نجعل اللون والجنسية والعرق مقياس للتفاضل؟ ليش العنصرية وإحنا كلنا خلق الله؟ والله تعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم. مارس حريتك بعيد عن الاستنقاص من الناس وأذيتهم. ترى لا اللون ولا العائلة ولا المنصب ترفع قدر الإنسان، أخلاقه أفعاله تصرفاته هي اللي ترفع قدره. تعرفوا ليش؟ لأنه ما اختار لا لونه ولا عائلته، لكن اختار كيف تكون أخلاقه وتصرفاته. وعلى فكرة ترى العنصرية ما فقط في اللون، لما تجي تقول مالك لابس كذا كأنك ترى هذه عنصرية، لما تقول هذا متين، هذا قصير، هذا طويل، هذا نحيف، هذه عنصرية. دامك تستخدم هذه المصطلحات بقصد الاستنقاص فأنت وقعت في دائرة العنصرية. لكن تعرف أنا تخرجت من الجامعة تقريبا في 4 سنوات الحمد لله. أنا تخرجت من الجامعة في 3 سنوات الحمد لله، 3 سنوات اللهم لا حسد. والله ترى كان واجد متعب إني أضغط نفسي في 3 سنوات، لكن كانت واجد علاقتي حلوة مع المساتر لدرجة كنا نطلع مع بعض. أنا عندي شهادتين، واحدة من أمريكا واحدة من بريطانيا، واحدة طب جيولوجيا واحدة طب هندسة. تعرف الأجواء في أمريكا أحلى من بريطانيا، لأن أمريكا أجواء كلها مختلفة، يعني تبى الحر تبى البرد، نطلع نروح نجي، عرفت؟ فنروح أي مكان في أمريكا. أما بريطانيا طيب كان كذا محصورية، طيب ما تقدر تروح مكان وبرد طيب الحمد لله. طيب يلا نتعشى مطعم. أنا بوديك مطعم بيعجبك واجد متأكد، لأني مرة عزمت ولاد عمي عجبهم واجد الشاورما مالهم، لكن أنا للأسف ما أقدر أكل واجد لحم لأني الأطباء قالوا لي أني عندي قولون عصبي، معصب واجد عندي القولون، فما يلا نتعشى. انت بالع راديو ما تسكت؟ اسمعني طيب ولو شوية. ايوه بقيكم ان شاء الله. احمد بيجي؟ خلاص ما تحاتي يخبر اني طلع كده. مش تسوي مع هالاشكال؟